ده العهد اللي احنا عهدناه على نفسنا او قطعناه على نفسنا، ان احنا علاقتنا بالناس ما تنقطعش. شارع نايم مش ضيق، شارع نايم كبير. في حل بديل لحوار شارع نايم بعد التوسعات؟ احنا ما بنقولش لا التوسعات. بالنسبه للاشغالات السوق والباعه جايلين والميكروباصات والتكاتك. طبعا احنا فهمنا الدكتوره ايه الموضوع بتاعنا وايه الحل بتاعه. ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نتكلم بصراحه ونحط ايدنا على كل المشكلات علشان نحاول نحط لها حلول وندخلها في موضوعاتها في الحوار الوطني.